بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد وحلقة يعني سديد إتبنات أحكام رمضانك وحنكسو قادنا إن تاريخ غزوة بدر الكبرى قيبت اللبات وحنوروسو مرني قيبت كوات قيبتان وقيبت اللبات لما يسترك يعني قصة بدر وحن هروسو شاقني أبي سفيان مركي أو يعني أسو دوادي بدر إن وددي يعني أورتو كسعتي أو سفركو كسعدي أو حقا مدك كما ريجدك يعني بدر بدر أو يالي يعني بدحديسة أو فساح على في البحر وحو يعني توس أو أباري بدا لقوم أقعاب بحر الأحمر سي يعني بدا أقاقار كذا أو مرو إلى مكة أو كقارو مركي يعني واتي قريش أو أدري إنك لقوم أقعاب ضمضم ابن عمر الغفاري سي يعني أي أسو قاران بدأ عضوضة إي أورتوضة يعني سي أبد باديان قريش أي مقالة مكة كسو بحدي مركة قريش وحي لسو بحدي كن يسدح بقل دقاليهن بقيادة عمر بن هشام المخزومي القريشي وأنك يعني مشركين تأيكو مقعابين أبو الحكم إسلام كان أو يقانو أبو جهل ننكاس وحول لسو بحي عيدا ترديس أي تهي كن سدح بقل يعني دقاليهن مركا ننكاس أو حق مقالة مكة كسر دقاقي نبي عليه الصلاة والسلام وأغادي قريش إن يسوب بحدي إن قريش يسوب بحدي وأغادي نبي عليه الصلاة والسلام أسنوح ودري نن لغو مقعابو بص بص ابن عمر الجهني إيو عدي ابن أبي الزغباء لبدا سقف أيو دري نبي عليه الصلاة والسلام إن أي آذان يعني ديغان كبدر نبي ولي بدر مقارن نحضو كسي جرا واسي أدو يهي وحي قارن لبدا قف بص بص ابن عدي الجهني وعدي ابن أبي الزغباء وحي قارين يعني بدر قارين أيغو يعني دين عنا أصحاب رسول الله أصور دامين آية لبراتي أي كالوطان أصحاب تن أيغو أصور دامين آية دين عكالانا يعني درين كإيوحة جراء يسفر كأبو سفيان هو قامين آية إن يعني أوسو أغادو أبو سفيان واشيقني كل هورة أي ورك النبي أصحاب تي سهلي وحو يعني بدلي ودد الوسع لي ودك لأيو مري وحق بدا بحر أحمر مريسا بدر نوحو يالي يعني حق بدحديسا مارك اللي بدا أسقف ويسول لابتين وحينا حقيجيان إن يعني أورتا بري أم بريدا بأيكو آدنتحي ولين لما أغا حقيقة أبي سفيان إن يعني وددهيس أو بدلي أو بدر كوريكتي حق مدك يعني كمري بدر يعني حق بدحديس أو يالي وأبو سفيان تمكن من الفرار بقافلته أبو سفيان وحا أصور قشي إن يعني كلان يديس أو لبح صدو أو لبح صدو وددي أو بدلو حق بدع عس حريره هذا أو مرو سداس يعني أو كسعدو ومر على ساحل البحر وحا أصور قشي إنو بحصدين أبو سفيان مركي أي أعداتي إن يعني أو فكذي أسيقي أورتا إيادتك اللسعودة أي بدبادين مركو حقيجيي كتب إلى قريش أن يرجعوا قريش أي فرين قرال أدري أو يعني ننو أدري يعني سيد الله الشيغو ومؤرخين تأيسو أروريان توكذا وحي أهيد قرال يعني أو كردها يو وان بدبادني
waxaad u soo socoteen in yani awrtiin aad badbaadsataan sidaas darteeda waxaan idan leeyahay iska laabta yani dagaal lama raba iska laabta marka fariintaas yani Abu Jahal iyo ciidamada uu hoggaaminayay ay gaartay waxay qarka u fuuleen in ay laabtaan oo ay ku qancaan farriinta uu u soo diray Abu Sufyaan ibn Xarb ninka labaad uu diray laakiin ninka lagu magacaabo Camar ibn Hishaam Abu Jahal oo ciidankaas si guud u hoggaaminayay ayaa diiday waxaanu wacad ku maray inaanan halkan laga laabanayn wuxuu yiri wallahi la narji حتى نرد بدرا ونقيم بها ثلاثا فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب وبمصيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا أبو جهل أيا وعد كاسمري أو عيدما دهو قامنا أي كن يسدح بقول عيدا ka kooban oo maka ka soo baxay wuxuu yiri wallahi aan ku dhaartay la narjix ma laabanayno hatta narida badran ila ceelasha badar aan ka aroorno ka biya cabno oo fanuqima biha thalathan saddah yani maalmood saddah bin aan ku nagaano aanan ku nagaan oo fanan xaral juzura halka aan ku geel qalano oo wanutcimu taama raashinka aan halka ku quudano oo aan yani ku cunto cunno oo wanasqil khumura khamrana halka aanan ku cabin ma laabanayn oo watacsifa lana alqiyana haweenka heesaaga ah aysan noo heysin ma laabanayn watasmaca bina alcarab carab yacni iyada oon na maqlin annagoo halkaa jooga wa bimasiirina socodkayna iwa jamcina kulankayna oo beder aan ku kulansannahay ilaa carab ay ka maqasho oo markaa falaa yazaaluuna yahabuunana abadan weligood markaa ay naga heebaystaan ma laabanayno marka wacadkaas ayaa Abi Sufyaan maray Abi Sufyaan kelmadda markuu yiri ciidankii waa kala jabay nan lagu magacaabo Al-Akhnas ibn Shurayq ibn Amr al-Thaqafi ayaa diiday in yani horo loo socdo oo Badar la aado bacdama fariinta Abi Sufyaan la helay asiga wuxuu go'aansaday inuu laabanayo ninka Al-Akhnas ibn Shurayq ibn Amr al-Thaqafi wuxuu ahaa wuxuu bahwadaag la ahaa nimanka lagu magacaabo Banu Zuhra yani ayu xaliif la ahaa wa kana ra'isan fi hadha an-nafir yani socodkan dagaalka loo socdana dadkaas kooban reer Banu Zuhra iyo asiga ayaa madax u ahaa yani dagaalka loo socday marka waa diiday in alle inta aniga i taabacsan oo aniga aan hoggaamiyo u ahay soo laabto markaas wuxuu la yani wuxuu la laabtay 300 iyo kontum ciidan ayuu la laabtay Abi Jahl waxa ku soo haray 900 iyo kontum ciidan ayuu la soo haray Abi Jahl hore u socday xagga Badar ninka lagu magacaabo Al-Akhnash ibn Shurayq ibn Amr al-Thaqafi asiga iyo reer Banu Zuhra oo xilliga asiga madax u ahaa fi hada nafir waa laabtay maka u laabtay marka kala jabkaas ayaa halkaa ka dhacay marka Abu Jahl waa soo baxay waxay yimaadeen yacni Badr wa tamarkaza jayshul muslimiin bil cudwati dunya wa jayshul mushrikiin bil cudwati lquswa ciidamada muslimiinta waxay xarun ka dhigteen yacni meesha lagu magacaabo al-cudwatu dunya al-cidwana waa qiraa kale way jirtaa muslimiinta xagga ay joogaan xagga daanta dhow ee madiino u dhow gaalada mushrikiinta biqiyaadati Abu Jahl oo ayagana aaday u badnaayeen 950 ayaa ciidan waayay oo Abu Jahl hoggaaminaya waxaa ka mid ahaa Umayyah ibn Khalaf oo halka lagu dili doono wa Utbah ibn Rabi'a wa Shaybah ibn Rabi'a Walid ibn Utbah Abu al-Buhtari ibn Hisham
دعيم بن عدي رقاس ايا كمدها او قريش مدحوين تيدا مركا لبداس حرون ايا كالدقين عدوة الدنيا دانت حق مدينة ودو مسلمين تادقي دانت حق مدينة كفقن وعدقي قال هذا سيدا مركي لو كالدقين هاي نبي قوحو دري علي, علي بن ابي طالب زبير بن عوام وسعد بن ابي وقاص ايا وحو ادري حق بدر سي يعني اي ور او كينان وحي سو قبتين لبقف او قريش ادا منيس اي سو قبتين وتحرك جيش وتحرك الرسول صلى الله عليه وسلم باصحابه الى بدر ليسبقوا قريشا نبي مركي لغلو تليي ان حق بدر لو غورو او يعني قالدا اي بيها دخدود يعني لدغو او مسلمين تن اي بي هلان ايغان يعني اي او نادان dagaalka marka wuxuu dhacay 17ka bisha Ramadaan ayuu dhacay sanadka labaad ee Hijriyada gaalada waxaa laga dilay 70 qof 70 waa laga soo qafaalay wa qatala muslimiin waxay ahaayeen 14 qof ayaa ahaayeen muslimiin 14 qof waa laga dilay lix oo muhaajiriina iyo 8 oo ansaara ayaa laga dilay dagaalkana sidaas ayuu ku dhamaaday xalqadeen 18aad oo aan ku soo qaadanay taariikh Badr al-Kubra qaybta labaad halkan ayaan ku sameynaa wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk